ونندفع بحضراتكم إلى البداية والمركز الأول. تقدمت الآن مسكتة على صدارة الشوط لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة علي بن راشد بن حمد بن غدير على صدارة البداية وصدارة الناموس لهذه الانطلاقة. بينما المركز الثاني هناك هملولة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. عملية التضمير والتدريب تعود إلى سعيد بن عبيد الحميري. أما المركز الثالث والمركز الرابع من هجن العاصفة تقدمت فريدة وكذلك النفود في المركزين الثاني الثالث والرابع بقيادة حمد بن راشد بن غدير هاك أو العنود اللي احتلت المركز الرابع أيضا لهجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير. ها هي الأربعة المراكز الأولى مشاهدين الكرام انطلقت وسارت واندفعت مباشرة إلى البداية على الكادر الأول. نسير إلى الكادر الثاني ونشاهد ماذا يتقدم من هذه الأبكار المهجنات الأصائل حيث الظبي تتقدم المجموعة الأخرى وهي في المركز الخامس لهجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. أما المركز السادس نقلة مباشرة إلى نشوة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مع المضمر مطر بن سيف بن لاحد الهاجري حيث يتقدم بو عمر ويسير إلى سادس المراكز في هذه الانطلاق. المركز السابع نقلة إلى سلام لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. عملية التضمير والتدريب تعود إلى أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي يحتل المركز السابع. المركز الثامن ننتقل هناك إلى الظبي لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم ويأتي بالتضمير سعيد بن عبد الله بن حميدات الاجتبي. أما المركز التاسع وصول من قبل الشاينية لسمو الشيخ سعود بن فيصل القاسمي والمضمر عبد الله بن سعيد بن حسين الخاطري يحتل المركز التاسع. بينما المركز العاشر اللي وصلت الآن العنود لسمو الشيخ فيصل بن أحمد بن عبد العزيز وهنا في عملية التضمير محمد بن هضبان المري. هكذا أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء هذه الأسماء اللي وصلت وحضرت في هذا الموقع وهذا التحدي من خلال الانطلاق والمسير. نسير مشاهدينا الكرام إلى مقدمة الشوط ونعود إلى المواقع المعهودة المواقع المنطلقة بها هذه الأسماء الكفيلة بأن تحقق الانتصار وأن تحقق المراكز الأولية بكل قوة وبكل مستوى. هنا تأتي مسكتة على صدارة هذا الشوط، مسكت لازالت في قيادة الشوط مثل ما قادت الغويصية شوطنا الأول للمهجنات الأصايل. تأتي هنا مسكت لتحقق هذا الانتصار الثنائي من جديد في لقاء هذا الشوط بقيادة المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير، حيث المركز الأول هنا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم والمضمر قائد العمليات في الفرقة 11 علي بن راشد بن حمد بن غدير. أما المركز الثاني وصول مشاهدينا الكرام من فريدة لتحتل المركز الثاني وتنفرد كذلك مع وجود مسكتة على المركز الأول وهي فريدة لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير. في التضمير العنود في المركز الثالث العنود لهجن العاصفة تحتل المركز الثالث منتصف طريق هذا الشوط وفي تضميرها حمد بن راشد بن غدير. أما المركز الرابع هملولة متواجدة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم المضمر والمتابع سعيد بن عبيد الحميري. هنا يتقدم كذلك بتقدم المسار وهذه الأسماء المشاركة في الأشواط المسائية. نعود لنتابع المركز الخامس ونشوف المركز الخامس ونسلسل من تحديات هذا الشوط. الكل منطلق والكل يريد تحديد لنفسه مكان وموقع في هذا الشوط، لكن هناك تقدم الكبير والملحوظ والمحسوس من الأسماء. المركز الخامس الظبي لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير يضمنها. بينما المركز السادس ننتقل في هذه لحظات المركز السادس لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم المضمر سعيد بن عبد الله بن حميدات الاشتبي يقدم كذلك الظبي في ملتقى هذا الشوط. المركز السابع الشاهنية لسمو الشيخ سعود بن فيصل القاسمي وعبد الله بن سعيد بن حسين الخاطري في عملية التضمير والتدريب. ها هي الانطلاقة، ها هو الشوط مشاهدينا الكرام يسير أمام حضراتكم معلن عن حضوره
وتجسد كذلك الانطلاقة هذه الفترة المسائية، حيث تبقى لدينا 4 أشواط، ولكن الذي تبقى من خلال هذا الشوط وهذا المسار هنا على المركز الأول مسكت لا زالت تقود المسار وتقود هذه المجموعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة علي بن راشد بن حمد بن غدير من خلال انطلاقتها واحتلالها للمركز الأول وتقديمها كذلك هذا التنافس المميز والتنافس الجميل. يا سلام. أما المركز الثاني هناك تواجد من فريدة الهجنة العاصفة، حيث يعني تزيد قوة الضغط على المركز الأول فريدة الهجنة العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير في المركز الثاني، بينما البقية تسير في مسار هذا الشوط وتقترب من المراكز الأولية، ولكن بعيد المسار مسكت خلت الجميع في مكان واحد ولكنها غادرت كل المجموعات لتنطلق إلى المركز الأول وتضيف الإنجاز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير. أما المركز الثالث الظبي من هجن العاصفة حبلنا الكريم تتواجد على ثالث المراكز في هذا اللقاء، والمركز الرابع العنود لهجن العاصفة كذلك بقيادة حمد بن راشد بن غدير. أعود بحضراتكم إلى البداية إلى الصدارة وإلى أمسكت حيث المكان حيث لائحة الكيلو الأخير مشاهدينا الأعزاء منطلقة مسكت على المركز الأول لتقدم هذا التقدم الكبير والتقدم المثير والحساس في انطلاقة هذا الشوط. هنا مسكت على قائمة الشوط تسير بمجموعة الشوط إلى بر الأمان وإلى خط النهاية في هذا الشوط اسمه شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم لا زالت على أرضية الميدان وترقص طرب وشوق في ناموسي هذا الشوط بلا منازع مشاهدين الكرام ولا منافس على سيطرة هذا الشوط وسيطرة هذا الأداء المميز والجميل. أمسكت اسمه شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم لا زالت تتقدم تقدم كبير كبير. المركز الثاني هناك تتواجد مشاهدينا الأعزاء فريدة من هجن العاصفة تحتل المركز الثاني، المركز الثالث الظبي أيضا من هجن العاصفة بدأت الآن تزيد من سرعتها في هذه اللحظات ومن خلال هذا الشوط، ولكن عودة إلى البداية عودة إلى التحدي المثير ولا زالت أمسكت مشاهدينا الكرام لتهدي الناموس الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وإلى المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير للمرة الثانية في مساء هذا اليوم مع وجود مسكت على المركز الأول بعدما حققت الغويصية الشوط الأول الرئيسي للمهجنات الأصايل تضيف مسكت هذا الإنجاز الآخر في سجلاتها وسجلات هذا المضمر قائد العمليات في الفرقة 11. هنا لحظات الوصول هنا لحظات الاستمتاع بسن الإذاع مشاهدين الكرام لحظات الوصول لخط النهاية تانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني تصل فيه فريدة اسمه شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، المركز الثالث أول المركز الثاني لهجن العاصفة، المركز الثالث أيضا لهجن العاصفة، والمركز الرابع العنود من هجن العاصفة. خامسا مشاهدينا الكرام تصل من خلال هذه اللحظات. عموما على كل حال الحول الكريم ناتي إلى قيادة هذا الشوط إلى لحظات الوصول إلى خط النهاية معلنين الفوز والناموس والتواصل في انطلاقة هذا الشوط وتحدي هذه الأسماء المنطلقة. توقيتنا 9:35 4 أجزاء من الثاني ثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وإلى المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير على فوز مسكته بالمركز الأول. المركز الثاني هناك فريدة لهجن العاصفة 9:38 8 أجزاء من الثاني ثانينا والناموس كذلك. المركز الثالث الظبي لهجن العاصفة ثانينا والناموس أيضا على هذا الفوز والانتصار. توقيت الزمن 9:41 و7 من الأجزاء من التوالي.